ايه خديجه في ايه؟ خضتيني يا شيخه في ايه؟ صباح الفل. صباح الخير. ايه الاخبار؟ تمام. هو عمر جوه؟ عمر؟ لا مش موجود. طب كان موجود بقى هو؟ هو كان هنا بس ماشي. طب والوالد موجود؟ لا خرج وبعد اذنك عشان انا كمان عندي مشوار ولازم اخرج. طب تصدق انا كمان برضو خارج، يلا نخرج مع بعض، اصل هقعد لوحدي اعمل ايه؟ يلا اتفضل. استني مش شايف النور؟ لا الانوار كلها متفتحه. لا مؤاخذه. ولا يهمك. اتفضل. الو سالم مش ورا خديجه. تونا كل شو ارجعت. كنت خايفه تصغر دماغك وما تجيش. وصغر دماغي ليه؟ وبعدين هو انت تديني فرصه؟ انت خبطتي المكان والميعاد ورحتي قافله السكه. ما رضيتش بقى سواحك عشان العيش والملح اللي بيننا. واخده بالك انت العيش والملح دي؟ ولا العيش هنا نسيتك ان العيش والملح بيبقى عهد واخوه بين الناس؟ عمر انا اسفه بجد على اللي حصل امبارح. لا انت مش هتفتح بقك بولا كلمه لحد ما اخلص كلامي. بصراحه من ساعه ما شفتك انا عاجبني طريقتك في الكلام وشكلك. وانا حياتي هنا مقفوله عليا، كل اصحابي في المدرسه عندهم بوي فريند الا انا، وكلهم نون فيرجن الا انا، وكل الحكايه عايزه ابقى طبيعيه زيهم، بس بابا وماما طول الوقت رافضين ان انا ادخل في اي علاقه. غلطانين، مالهمش حق. ازاي يعملوا كده مع بنتهم؟ لازم يدوكي فرصتك كده انك تنطلقي، فرصتك في الانحراف. وانت بتتريق عليا؟ لا يا خديجه مش بتريق، انت عايز الحق. السبب اللي خلاني امشي واسيب البيت انا خفت اضعف. لما اخش السرير والاقي واحده زي القمر قاعده لي فيه اكيد هضعف. انا مش ملاكه خديجه. هو ما ضعفتش ليه؟ عشان انت بنت الدمنهوسه، الراجل اللي قويني في بيته. خلاص لو المشكله في بيت بابا انا ممكن اجي الاوتيل. يا بنتي احنا هنركب لك حسنه، انت لاقي نفسك في الشارع بالراحه. لا ينفع تجي لي الاوتيل ولا ينفع اجي لك البيت. ليه؟ عارفه الفكره في ايه يا خديجه؟ الفكرة إن أنا مش قاعد، والموضوع ده ما ينفعش يبقى ليلة وتعدي. يعني أنا لو قاعد ومستقر كان ممكن. طب خلاص ما تعيش معانا هنا. عيش معاكوا هنا؟ وأبوك وأمك يصرفوا عليا ها؟ كل حاجة نصيب، محدش عارف بكرة في إيه. طب أنا عندي فكرة. خير؟ إيه رأيك ترجع تقعد معانا تاني في البيت؟ وأنا وعدك مش هعمل كده تاني. أنا ممكن أعمل كده تاني. أنت ليه مصممة تحط البنزين جنب النار؟ يعني إيه؟ يعني أنا مش هشوفك تاني؟ أكيد هنتقابل. طب إزاي وفين؟ لما تحب تشوفيني قولي جزر. جزر؟ جزر بتاع إسماعيل ياسين. مين إسماعيل ياسين؟ يا نهار أبوك أسود. تعرفيش إسماعيل ياسين؟ الراجل اللي ضحك مصر والوطن العربي؟ قد اللي بناخده من الغرب. أنا لو من أبوك أشحنك على أول طيارة على مصر. أنا رحت كام مرة بس ما انبسطتش. طبعًا، تنبسط إزاي وأنت ما تعرفيش إسماعيل ياسين؟ إزاي ما تعرفوش أبوك معلق صورته في القهوة؟ بابا معلق صور لممثلين كتير بس انا ما اعرفش حد منهم. يا خساره. الراجل من حبه في بلده معلق صور كل الناس اللي بيحبها. يعني
فكروه بذكريات ويتدفى بيهم، وانت بمنتهى البساطه المعروف طالع واحد ماما بابا. اعمل ايه يعني؟ اكذب؟ لا ما تكذبيش، بس ما تهدميش حلم ابوكي. وانت يعني تعرف حلم بابا ايه؟ اكيد عايز يرجع بلده في يوم من الايام. هو اللي قالك كده؟ هو ما قاليش، عشان الحاجات دي ما بتتقالش يا خديجه، بتبان في العينين. طيب ايه رايك لو تقرا عينيا انا كمان؟ هنيكي بتقول انك جعانه ولازم تروحي تاكلي مع بابا وماما. يعني مفيش امل ترجع معانا البيت؟ انت في امل ترجعي تعيشي في مصر؟ خلاص تعالى اقول لك على حاجه. ما تقولي، احنا قاعدين اهو. لا قرب عشان هي سر. ماشي يا ستي. يا نهار ابوك اسود. نهار ابوك. داري من امتى؟ ابدا كنت بسنجح كده كعادتي، فالبوسه شدتني قلت اسيبك براحتك. براحتك؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ ايه؟ بقول له شفته. شفت مين ده؟ اصغر من اختي. بس ايه؟ مشروع اوزي جامد. او سن ده بقى اللي لسه مطلع بطاقه بيبقى ورور. ورور. انت على طول مخك شمال كده؟ يا ابني البيت جاي تشوف مالي؟ ايه اللي سايبني البيت زعلان؟ كده يعني؟ ايه ده؟ انت كمان سبت البيت؟ اوعى يا عمر تكون حاولت تعمل حاجه مع البت دي. ما ينفعش يا ابني تقرطس الراجل اللي اديك في بيته. بقول لك يا سالم، انت بقالك هنا قد ايه؟ اشمعنى؟ اصل شكلك جاي من مصر يعني، ومعاك رصيد افلام ابيض واسود مزولك في دماغك. يعني الشيطان ما لعبهاش معاك خالص؟ انا الشيطان لو لعبني هشيل له المشاريب زي واحد صاحبنا. فاكره؟ ماشي يا جامد. قول لي بقى، ارجع. قاعد فين دلوقتي؟ قاعد في حته مش بطاله. يعني فين يعني؟ حتى مش بطاله يا سالم، اربع حيطان وارض، يعني اوضه مش بطاله وخلاص. اديك مكسوف تقول لي. بس بص بقى يا سيدي، انا استمتعتك جدا من ساعه ما حسبت على المشاريب، مع انك انت اللي كنت كسبان. فانا دلوقتي عمري ما هسيبك في اللخبطه اللي انت فيها دي. انت هتيجي معايا تجيب شنطك وتطلع عندي على الاوتيل. شنطك؟ شنطك؟ هي شنطه واحده يتيمه يا ابني. وبعدين مش معنى ان انا استجدعت معاك تردها لي بسرعه كده؟ اتقل. لا عشان تعرف بس ان مش انت لوحدك بس اللي جدع. الدنيا لسه فيها خير يا عمر. انا كده هعيط. طب انا اكيد فيه اهو. لا كده عسل كتير قوي يعني. يا عم اخلص بقى، الليل هيليل وانا عمال اتحايل عليك. اتفضل يا سالم. امر الله. اتفضل اتفضل. اتي ماشو مانو. بس انا مش مصدق انك ما حاولتش مع البت دي. يعني حاولت. كده انا فهمت، اخوه يعني. وانا اللي ظلمتك يا عم عمر.